العيش التوست. التوست بقى عندي هنا 4 كوبات من الدقيق، 2 كبار لبن بودره، 2 معالق سكر او 2 سكر كبار كمان تبقى طعمها حلو، و 2 كبار خميره، ونص كوبايه من الزيت. اوكي، بس هو ده التوست اهو. 4 كوبايات دقيق، بسم الله الرحمن الرحيم. برضو ده في حاجه مهمه قوي، ان لازم اسيبه يخمر جدا في القالب، يعني اسيبه جوه القالب يخمر فتره طويله ماشي، ويستوي على درجه حراره 180 ل 200، عشان من جوه بيبقى قلبه ايه، بيبقى قلبه كبير، عجينه كبيره، فلازم تستنى زي الكيكه كده على 180 لغايه ما تستوي. وادي 2 معالق لبن بودره، 2 سكر، 2 خميره، كل ده كبار، اقلبهم بس مع بعض الاول، اجيب لهم حبه الملح. ابدا بقى انزل الميه شويه شويه، ادينا عجينه طريه طريه قوي، يعني قربت تلزق في ايديكي كده. عندي قالب الانجليش كيك او اي قالب عندك، اشديه بسيطه كده. نبدا بس ايه نعملها كده، نلمها برده بسيطه بس كده عشان نشكلها على طول ونحطها في القالب، ونسيبها بقى نسيبها 2 ساعة ولا حاجه تبدا ان هي ايه، ابرمها بس كده كده، واغطيها بحاجه بلاستيك بقى واسيبها. حابه بقى لو عايز تحطي مثلا اي حاجه ثانيه، عايز تحطي سمسم، عايز تحطي حبه البركه، زي ما انت عايزه، بس هي اصلا بتبقى ساده خلاص، فانا هغطيها بحاجه بلاستيك واسيبها لغايه ما تضاعف حجمها وادخلها الفرن.